فيما سعت مملكة الشر لتدمير الجيش اليمني الذي أرعبها في عرضه العسكري في العيد العاشر لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية، ها هو اليوم يقتحم حصونها ويحرر الأراضي اليمنية المحتلة من دنسها. حتى السعودية أبت إلا أن تشارك اليمنيين أفراحهم عندما حلقت طائراتها في سماء العاصمة صنعاء، الطائرات التي كادت تميز من الغيظ وكثفت من استعراضها فوق رؤوس المحتشدين في ميدان السبعين، الذين كلما سمعوا صوتها رفعوا أصواتهم عاليا شموخا وإباء وتحد، غير آبهين بهذه الطائرات كما لو كانت ذبابا لا قيمة له. ولكي تكمل الطائرات مشاركتها أطلقت صواريخها وقنابلها الصوتية هنا وهناك لتزداد بهجة المحتشدين وليغطي زئيرهم أزيز الطائرات وأصوات الانفجارات. إنها حقيقة العدوان، إنه العدوان السعودي الغاشم، إنهم الانهزاميون والضلاليون الذين فعلا اليوم يخسروا، اليوم فعلا هم خاسرين. نتحداهم 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 نتحداهم. تحليق الطائرات المكثف في هذه المناسبة وفي هذا الميدان أكد بما لا يدع مجالا للشك مدى حقد آل سعود على اليمن، وأكد تحليقها الساعي إلى تفريق المحتشدين كرهها للوحدة اليمنية ولميدان السبعين خصوصا، لأن هذا الميدان الشامخ ذكرها بالعرض العسكري والكرنفالي المهيب الذي حضره الراحل عبد الله بن عبد العزيز وشاهد فيه جيشا عظيما ارتعدت فرائس أمراء آل سعود بسببه، ما حدا بهم إلى السعي إلى تجزئة اليمن وتدمير جيشه العظيم. اليوم وبعد عام على العدوان احتشد اليمنيون في نفس الميدان ولنفس المناسبة متحدين متحدين لجحافل العدوان، غير أن الفارق الوحيد بين ذلك اليوم الذي شهد فيه ميدان السبعين عرضا عسكريا مهيبا ويومنا هذا أن الجيش اليمني مع اللجان الشعبية لم يستعرض قوته وسطوته في ميدان السبعين، بل جسدها هنا داخل السعودي رافعا لعلم الوحدة اليمنية الخالدة. هاشم الدرة، قناة اليمن الفضائية.